احنا حقيقة انظلمنا من 2003 لحد هاي الساعة. اي ربح ما جاي يجينا والدولة هي جاي تمول رواتبنا. يعني من 2003 لحد اليوم مصانع جاي تشتغل ومعدنا مواقع عمل، اي دينار ما جاي يطبلنا، اي ربع دينار ما دي. الشركة متهيكلة وحاليا عندنا مشكلة بالقطع الاراضي، قطع الاراضي بس جاي يسلمون الرؤوس الكبار احسن مكان واحسن موقع، واحنا بالنسبة للبقية كل شيء ما حصلنا مجمع سكني ما بي خدمات وما نحق لا نبيع ولا نحق نبني لحد الان صارنا سنين. قامت بلدية شط العرب بإرسال كتاب بإيقاف المداولة، قالوا أنتم مجمع وش تردون سووا وظل شغلتنا معلقة، كاظين نورقة لا نستفاد من عتها ولا شيء. يا بشغلتنا قانونية، فلوسنا تعبنا بيها، احنا موظفين تعبانين قاعدين حواسم مؤجرين مرضى، وعندنا طلعوا تقاعد وحيطلعون تقاعد، بس هاي طلعنا بيها من الدنيا. الله كفيلك محمد وكيلك، طاب وضاميني لا يرضون يحلون مشكلتنا، لا يرضون يوصلون صوتنا للمحافظ. هاي احمد الله والديكم، وصلوا صوتنا للاستاذ الشيخ اسعد العيد. اراضي شمولنا بتخصيص قطع الاراضي، لان اغلبنا موظفين وبصريين ابنوا عمرهم في خدمه الشركه وفي خدمه الوزاره وفي خدمه الدوله، وتعرضنا لتسويب ومماطلة لمدة سنتين أو أكثر في قضية المجمع السكني، وأطرقنا باب المسؤولين في الدائرة وبخارج الدائرة، ولم يتبقى أمامنا سوى هذه الوقفة والاعتصام الذي كفله الدستور وكفله القانون. رتنا لشركة ابن ماجد للصناعات، لقينا متظاهرين متواجدين حاليا يطالبون بأبسط حقوقهم اللي هي ممنوعة، اللي هسه جايين يقولون لهم لازم ماكو تظاهر، وما أعرف إذا كانت التظاهرات إحنا كنواب نطالب بالتظاهر السلمي المكفول. هاي واحد. ثاني شيء كانت إن زيارة المدير الشركة، وكان حضرته ما متواجد لأن حضرته مكلف بإدارة شركة الأسمدة للحديد والصلب أيضا، وما أعتقد حضرة وزير صناعة يقبل بالدمج بين وظيفتين بآن واحد حتى لو كان هذا التكليف، لا تنفذ شركة على شركة أخرى. ومطالب المتظاهرين كانت بسيطة جدا، لو أكو إداري ومدير يقعدوا يتفاهموا ياهم ما تكون هاي الأزمة بشركة ابن ماجد اللي هي قطع الأراضي اللي أسميها مسروقة، اللي سرقت قطع أراضيهم اللي هي بالمقاطعة 35 اللي موقفتها 6 سنة شرارة من قبل محافظ البصرة أستاذ أسعد العيداني، إضافة إلى أنهم الأجور مالتهم كلش قليلة وسلم الرواتب، والأجور اللي سمعتها سانة من حضرة الأخوان السواق حتى بنزين ما ينطونهم الأجور. موجود.